اختلفت الحياة على أهالي عربين بريف دمشق عن تلك التي عرفوها تحت نير الإرهاب، وأصبح حال سكانها كحال سكان دمشق وأحيائها. كاميرا الغد جالت في البلدة ورصدت انتعاش أوضاع المدنيين المعيشية وتلمسهم اليوم للفرق الشاسع الذي آلت إليه حياتهم بعودة العجلة الاقتصادية إلى أسواقهم الشعبية. عربين الحمد لله وفضل الله تعالى يعني أصبحت تفرق تقريبا يعني 180 درجة عن بالأزمة. الأزمة يعني كانت دمار شامل للبلد، الحمد لله بعد مرور سنة على الأزمة البلد تغيرت 180 درجة. الحمد لله العمار تحسن، يعني البيوت بلشت تتعمر، الناس بلشت ترجع. ويرى أبناء البلدة بعودة مؤسسات الدولة استقراراً للأمن وبداية في استكمال التعاون بين المواطن والدولة الذي يفتح الباب تدريجياً أمام عودة مظاهر الحياة الأساسية والضرورية لهم. صار عندنا 70,000 نسمة بهالبلد، يعني صار كل اللي برا صار يرجع الحمد لله. بس نحن مش بالنسبة للكهرباء يعني منيحة الكهرباء، بس نحن عندنا مشكلتنا نحن المازوت والغاز، يعني كتير قليل عندنا بهالبلد. يعني بدي اقول لك مثلا يعني نحن على الحطب اللي عم نطبخ ونسوي يعني كل شيء، مواد محروقات كلها على الحطب عندنا، والحطب كمان غالي عندنا مو رخيص يعني. وفي ظل عودة أهل عربين إليها وإلى أن يتم استكمال أعمال التأهيل للبنى التحتية، يستعيد سكان البلدة بالأساليب التقليدية لتأمين ما يلزمهم من محروقات تسهل الأمور الحياتية للمواطن. وتشكل الحياة التي تضج بها أسواق عربين عاملاً أساسياً تنفض عبره غبار الحرب عن جدران البلدة وتلغي منها تدريجياً ما خلفته الحرب والتنظيمات المسلحة من جوع وفقر وتدمير ممنهج للحجر والبشر. من بلدة عربين بريف دمشق، سلافة شحادة، الغد.